بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم اغفر لنا ولسائر المسلمين ذنوبنا كلها، دقها وجلها، علانيتها وسرها، واكفنا وسائر المسلمين السوء بما شئت وكيف شئت، ووفقنا وسائر المسلمين لما تحب وترضى، واختم لنا ولهم بخاتمة السعادة أجمعين، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب فتح القريب المجيب، شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع، وهو الإمام أحمد أبي شجاع الأصفهاني رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحها ومن حش عليها، ورحمهم الله جميعا. أما بعد، في فقه السادة الشافعية تكملة باب الحج والعمرة. تكلمنا في المجلستين السابقتين على أركان الحج، شروط وجوب الحج، وعلى أركانه وأركان العمرة، وعلى واجبات الحج وسننه، واليوم نتكلم على محظورات الإحرام. فصل في أحكام محرمات الإحرام، وهي ما يحرم بسبب الإحرام، ويحرم على المحرم 10 أشياء. طبعا اختصارا، لكن ممكن تفردها تبقى أكثر، لكن هو على سبيل الاختصار، ومع الشرح هتعرف الزيادة. كل محظورات الإحرام حرام من الصغائر إلا 3، فهي حرام من الكبائر. 3 اللي هي حرام من الكبائر: قتل الصيد والجماع وعقد النكاح. دي 3 حالات حرام من الكبائر: قتل الصيد والجماع، أو عبر عنه بالوطأ، وعقد النكاح، فهي حرام من الكبائر. أما بقية المحظورات فهي حرام من الصغائر. وفرق بين الكبيرة والصغيرة أن الصغيرة تكفر بالاستغفار وبالصدقات وبالتسبيح وبالوضوء وبالجمعة للجمعة وغير ذلك. أما الكبائر فلابد فيها من التوبة والندم والعزم على عدم العود والإقلاع، فلها الشروط المعروفة. أحدها لبس المخيط كقميص وقباء وخف، ولبس المنسوج كدرع أو المعقود كلبد في جميع بدنه، والثاني تغطية الرأس أو بعضها من الرجل. يبقى بين الرجل هنا تعود على الاثنين، تعود على لبس المخيط وعلى تغطية الرأس، لأن هو أنت عارف أن المرأة مباح لها تلبس لبسها العادي. يبقى ما يتكلم هنا على لبس المخيط وأنواع بقى المخيط، هو الحق يقول المخيط المحيط عشان يبقى واضح، المخيط المحيط، لأن لو كان حاجة مخاطة ولكن لم تدخل فيها فيجوز أنك تحرم بها. يعني ممكن الجلابية اللي أنا لابسها دي أقلعها ولفها عليا كده أحرم بيها طالما ما دخلتش جواها، لكن هو المحيط يعني المتخيط عليك، يعني مقفول عليك بالخياط او بكباسين. وعشان كده ممنوع انك تستعمل برضو الكباسين دي بحيث تخليها تحولها الى كأنها محيطة، بل يعني ده من ضمن المحظورات. والوقت معظم الناس بيعمل كده بدبابيس داير داير يحولها الى محيطة، وهذا خطأ، خطأ شائع. لابد ان الازار يلفه بطريقة بحيث ما يستعملش أدوات، لا يعمل مثلا خيوط يقفلها ببعضها
يقوم يعقدها كده، ولا يعمل دبابيس إلا بقدر ضرورة ستر العورة، وهي كحزام أو مثلا دبوس واحد في الوسط عشان يمسك بقدر ستر العورة، ما زاد عن الضرورة يبقى وقع في المحظور. هذا في الإزار. أما في الرداء اللي هو الجزء العلوي فلا يثبته بشيء، أي كبسونة في الرداء عند الشافعية تبقى من المحظورات، لأن حولتها إلى قميص. ده في بيلفها كده وعنده صف كبسين، شوفها كده ويروح يقول لبيك اللهم لبيك، ده لابس قميص، ده ما حصلش حتى الشال اللي أنا لابسه ده، لأنه عمله كده وصف كده، ومن ممنوع، ممنوع خالص، لأنه صار محيطا. فالمخيط المحيط محظور للرجل بأي كيفية، زي القميص مثلا اللي هو مفتوح من فوق ومقفول من الجوانب، والقباء اللي هو مفتوح من قدام زي الشاية وزي الجبة، دي بتبقى مفتوحة من قدام، كل دي ما تنفعش. والخف احنا قايلين يبين صوابع رجليه، مش كده برضو الرجل؟ الخف بيخبي الصوابع، لو مفيش بقى شبشب يبين الأصابع والكعبين، يبقى في الحالة دي يكعب الخف أو يقطعه أسفل الكعبين، يحوله يعني لشبشب. فعلشان كده ما ينفعش يلبس خف، ولبس المنسوج كدرع، المنسوج عليه يعني المتخيط عليه زي سويتر أو شيء من هذا، أو المعقود، المعقود اللي هي إما بقى إعراوي وزراير أو كبسين أو خيوط تربطها، كل ده ما ينفعش. والثاني تغطية الرأس بالنسبة للرجل، الرجل ما ينفعش يغطي رأسه، لكنه يغطي وجهه وهو نايم ما فيش مشكلة، لكن ما يغطيش رأسه حتى وهو نايم، أو بعضها أو بعض الرأس كمان ما ينفعش. بما يعد ساترا كعمامة وطين وحناء، يعني انت عارف الحنة دي بتبقى عبارة عن كتل كده بتتحط ويغسلها بعد عدة ساعات، تعتبر غطاء ما ينفعش يستعملها المحرم لأنه كأنه هيغطي رأسه. فإن لم يعد ساترا لم يضر، فوضع يده على بعض رأسه، لو وضع يده على بعض رأسه كده وهو ساند مثلا نايم كده ما يجراش حاجة، طالما لا يقصد تغطية الرأس. لكن لو قصد تغطية الرأس ضر ويأثم إذا قصد تغطية الرأس به، ويس على الراجح. وهل لو قصد تغطية الرأس بوضع يده على رأسه تجب عليه الفدية أم لا؟ هو يأثم. الراجح أنها عند الإمام الرملي لا تجب عليه الفدية، وعند الإمام ابن حجر الهيتمي تجب له الفدية، وأهل مصر بيرجحوا ترجيحات الرملي، وأهل اليمن يرجحوا ترجيحات ابن حجر الهيتمي. كويس؟ وقال بعضهم لا يحرم لو وضع يده على رأسه، واخد بالك، وإن قصد تغطية الرأس، يعني ماشي في شمس فحط إيده على إيه دماغه كده عشان يخف الشمس، وقصد في وجه عندنا تالت إن هو لا يحرم عليه ذلك ولا يجب في حقه فدية طالما لا يحرم. وإن قصد، وإن قصد، أما لو لم يقصد فبالإجماع لا شيء عليه. يبقى المشكلة في لو قصد، لو قصد قلنا عند الرملي وابن حجر الهيتمي يحرم، كويس، والرملي قال يحرم ولا فدية عليه، يعني عليه أن يتوب ويستغفر، والحرمة هنا حرمة صغائر وليست من الكبائر. وابن حجر الهيتمي قال يحرم إن قصد وعليه الفدية، ووجه ثالث أنه لا يحرم إن قصد ولا شيء عليه. واخد بالك؟ دي مسألة مهمة ناخد بالنا منها. يعني طالما انت ما تلاقي أمر بقى في خلافه ما فيش داعي تعمله، يبقى من حيث العمل بقى انت ما فيش داعي تعمله، طالما أمر فيه بقى اختلفت فيه وجهات نظر الفقهاء وكده
يبقى أكيد في إشكال ما، فابعد عنه أحسن. وكذلك فإن لم يعد سافرا لم يضر كوضع يدي على بعض رأسي وكان غماسي في الماء، يعني بعد ما تيجي تغطس كده في مية وانت بتستحمى وانت محرم، ما انت بتغطي رأسك بالماء ما يضرش. واستظلاله بمحمل، أما يقعد تحت إيه محمل كده، يعني سافر أو خيمة أو شيء من هذا، ولو كانت حتى منخفضة مست رأسه، وهو يقصد الاستظلال ولا يقصد تغطية الرأس، لا يضر. كذلك لو حمل متاعه على رأسه، إن قصر بحمل متاعه تغطية الرأس نخش في نفس مشكلة اليد، وإن لم يقصد ولكن قصد الحمل فقط لا شيء عليه. هذا كله بالنسبة للرجل، أما تغطية الرأس للمرأة فواجب إلا إذا كانت أمة، والأمة لأن عورتها شعرها ليس بعورة في الإمام. وتغطية الوجه أو بعضه من المرأة، يبقى الوجه في المرأة كالرأس للرجل، واخد بالك؟ الوجه في المرأة يجب أن يكشف كالرأس للرجل يجب أن يكشف. وتغطية الوجه أو بعضه من المرأة بما يعد ساترا، يبقى لا يجوز أن المرأة تغطي وجهها يعني تنتقب، أو حتى ولو جزء زي البرقع كده، زمان المصريات كانت تلبس برقع يغطي جزء من الإيه؟ من الوجه، يعني آخر الأنف مع الفم والذقن، كانوا زمان يلبسوا البرقع الستات، ده بيعتبر غطية جزء من الوجه، برضه ده لا يجوز، يعني لا كل الوجه ولا بعض الوجه. ولها ان هي لو كانت شديدة الجمال انها تعمل حاجز كده زي كاب وتخلي الغطاء غير لامس لوجه ان ارادت يعني. ويجب عليها ان تستر من وجهها ما لا يتأتى ستر جميع الرأس الا به. طبعا انت عارف المرأة لو هتستر شعرها لازم تربط الحاجة على جبهتها، فجزء من الجبهة وهو من الوجه هيتستر لأنه ضروري لستر الرأس، إنما لا تبالغ، يعني ما يعد ضروري لستر الرأس من الوجه لا شيء فيه. وتستر من وجهها ما لا يتأتى ستر جميع الرأس إلا به، ولها أن تسبل على وجهها ثوبا متجافيا عنه بخشبة ونحوه، يعني يكون بعيد عن الوجه. والخنثى كما قال القاضي أبو الطيب، الخنثى ده اللي احنا مش عارفينه ده ذكر ولا امرأة، فاحتياطا هنعامله معاملة المرأة ونقول له انك انت ما تغطيش وجهك. يؤمر بالستر، هو القاضي ابو الطيب بيقول يؤمر بالستر، لكن الحقيقة انه يباح له الستر، ويسن ألا يلبس المخيط والمحيط احتياطا لا يكون ذكر. يعني الخنثى عندنا يسن ولا يجب انه ايه يغطي جسمه بشيء غير محيط احتياطا لا يكون راجل، كويس؟ ويباح له ان هو يستر نفسه عادي زي المرأة، يبقى يباح له ويسن احتياطا، فلو لبس زي المرأة لا شيء عليه، لأنه محتمل يبقى مرأة محتمل يبقى رجل، لكن ما ينفعش يجمع بين ستر الوجه وستر الرأس، لأنه كده يبقى لا حصل رجل ولا امرأة، وقع في المحظور، فلو ستر وجهه لو كان امرأة يبقى مخالف، ولو ستر رأسه لو كان رجلا يبقى مخالف، فلو ستر الاثنين يبقى وقع في المخالفة يقينا، واضح؟ لكن لو ستر أحدهما لا شيء عليه، فهمت؟ لأن احنا مش عارفين هو دي، فالحاجات دي تبقى فاهمها. الفقه يعتمد على الفهم أكثر ما يعتمد على إنك تقعد تحفظ. وأما الفدية فالذي عليه الجمهور أنه إن ستر وجهه أو رأسه لم تجب الفدية للشك، يعني لو ستر وجهه نقول يمكن راجل، ولو ستر رأسه وكشف وجهه نقول يمكن ست،
فلا تجب عليه الفدية. وإن سترهما الاثنين وجبت، لأنه أكيد مخالف. لو راجل هيبقى مخالف لأنه ستر رأسه، ولو امرأة هيكون مخالف لأنه ستر وجهه. الحالة الرابعة اللي هو ما قالهاش، لو كشفهما، لو كشفهما الاثنين، أما إذا كشفهما فلا فدية. لو كشف الاثنين فلا فدية، لأنه لو كانت الرأس، واخد بالك، لو كشف رأسه يحرم عليه كشف رأسه، ولكن ليس إيه مخالفا، لأنه احتمال يبقى راجل ولا فدية عليه، يعني يحرم عليه كشف رأسه احتياطا لاحتمال أن يكون أنثى. أما إذا كشفهما فلا فدية، دي الاحتمال الرابع اللي هو ما قالوش الشيخ. الثالث ترجيل، أي تسريح الشعر. هو الحقيقة أن ترجيل الشعر أو تسريحه يحرم في حالة لو استعمل معه دهن، يعني استعمل مثلا كريم شعر وابتدى يرجل، يبقى هنا يحرم استعمال الدهن. وكذلك يحرم لو تيقن سقوط الشعر بالترجيل، لأنه يعني عارف من خبرته أنه لما بيسرح شعره بيطلع منه شعر، يبقى في الحالة دي برضو يحرم. لكن لو احتمال يتساقط لكن مش أكيد، يبقى يكره ترجيل الشعر. طب لو متأكد أنه ما بيتساقطش شعره، له أن يرجل شعره. واضح؟ والثالث ترجيل، أي تسريح الشعر، كذا عده مصنف من المحرمات. ونحمل كلام المصنف من المحرمات ما إذا استعمل معه دهن، يبقى كلام المصنف ماشي سليم. كويس؟ لكن الذي في شرح المهذب أنه مكروه. مكروه ليه في شرح المهذب؟ لاحتمال سقوط الشعر، أما لو تيقن فيحرم، ما يبقاش مكروه. وكذا حك الشعر بالظفر، نفس الحكاية زي الترجيل. يعني لو ابتدى يحك بظفره وهو عارف ان مع الحكة دي والهرش ده يتساقط الشعر يقينا، يبقى يحرم كمان. طب احتمال، يبقى يكره. متأكد انه مش هيجرى حاجة، لا شيء. واضح؟ كل واحد على حسب خبرتي. والرابع ايضا متعلق بالشعر، حلقه. حلق الشعر او نتفه، يعني الحلق انك انت تشيله بالموس، او قصه تقصه بالمقص، او نتفه انك تنزعه كده، كل ده حرام. او احراقه، يعني ازالته باي طريقه. والمراد ازالته باي طريق كان ولو كان ناسيا، يحرم. شوف المحظورات، في نوع فيها ترفه زي استعمال الطيب، دي في رفاهية. وفي نوع فيه إتلاف، وفي نوع فيه يعني يحتمل فيه المعنيين، الإتلاف والترفه. فالنوع اللي فيه إتلاف كقص الشعر أو الظفر، الإتلاف لا يعذر فيه بالجهل، ولا يعذر فيه بالتعمد والعلم، يعني ولا يعذر فيه الجهل والقصد. يعني لو قصد او لم يقصد، علم او جهل الحكم، الفدية واجبة حق طالما ده اتلاف في جميع الاوجه. لكن لو كان من باب الترفيه زي الدهن والكريم والحاجات دي والطيب، استعمال الطيب، ما يعرفش الحكم يعذر، نقول له ما تعملش كده تاني ولا شيء عليه. لو ناسيا نقول له أول ما تتذكر امتنع ولا شيء عليك. إذا كان من باب الترفه، يبقى إيه؟ يشترط في الفدية في أبواب الترفه العمد والعلم، فيعذر فيها بالجهل والنسيان. أما في المحظورات اللي فيها إتلاف، لا يعذر فيها الجهل والنسيان. فعملها جاهل زي عملها عالم، عملها ناسي زي عملها متعمد ذاكر يعني.
في جميع الحالات، والجماع زي قتل الصيد. قتل الصيد ده فيه إتلاف، يبقى سواء كان عالم بالحكم أو غير عالم، ناسي أو جاء، يجب عليه الفدية في كل الأحوال زي قتل الصيد. طب والجماع يعني يحتمل فيه نوع من الترفه ويحتمل فيه نوع من الإتلاف، يحتمل الحالتين، وبالتالي يسقط بالنسيان، يعني والنسيان والغالب في الجماع الترفه. الغالب في الجماع هو الترفه. يبقى ايه لو كان ناسيا او جاهلا بالحكم وجامع؟ لا شيء عليه، طالما جاهل بالحكم او ناسي او مكره لا شيء عليه. واضح؟ فهنا الطيب، احنا قلنا ايه؟ تقليم الاصفار او ده اتلاف، زي بالظبط ايه؟ قص الشعر اتلاف. والاتلاف زي ما قلنا الحاجة اللي فيها اتلاف يبقى لا يعذر فيها بالجهل ولا يعذر فيها بالنسيان. لكن الجاهل والناسي لا يأثم وتجب الفتي، والذاكر والعالم يأثم وتجب الفتي. الفرق هو ايه؟ الاسم وعدمه، مش في الفدية. الفدية واجبة في جميع الحالات، لكن لما يعملها جاهل نقول له اعمل الفدية ولا شيء عليك عشان كنت جاهل، او يعملها ناسي نقول له عليك الفدية ولا شيء عليك، يعني انت مش آثم. لكن هو متعمد وعالم وعمل يبقى يأثم وتجب الفدية. فهمت المسألة؟ والخامس تقليم الألفاظ. احنا عندنا دهن رأس شعر الرأس ده ممنوع، وكذا شعر الوجه. شعر الوجه اللي هو اللحية والعارض والعنفقة والشارب والحاجب، ادي شعر الوجه برضه ما ينفعش يدهن بكريم ولا فازلين ولا الحاجات دي، ولا زيت زيتون والحاجات اللي هي بيعملوها في الشعر. وبالتالي ما ينفعش برضه يستعمل شامبو ولو من غير ريحة، لانه يعتبر بيدي ليونة للشعر زي الزيوت. كويس. لكن باقي شعر الجسد له ان يستعمل الكريم. احنا كلنا بنستعمل، بالذات الرجاله بيجي لهم تسلخات، اللي اول ما يجي يحرم يروح عامل ايه؟ دهن كريمات في اعلى الفخذين عشان من الاحتكاك ما يحصلوش تسلخ، تحت الابط عشان بيحصل له تسلخ. فده لا شيء فيه، بالرغم انه ممكن يبقى فيه شعر في الحتت دي فيصيبها الدهان، فلا شيء فيه. بس بشرط يبقى دهان ملوش رائحة، زي كريمات التسلخات والحاجات دي وبتاعة الشمس علشان تمنع احتراق الجلد، دي يجوز انه يستعملها المحرم للرجل ولو باشرت بعض شعر الجسم، انما شعر الرأس والوجه هو ده اللي ممنوع استعمال الدهن فيه. رب أشعث أغبر إذا أقسم على الله لأبره، يأتون إلى الله شعثا غبرا يقولون لبيك اللهم لبيك. حال الحج أن يكون في حال افتقار إلى الله بعيد عن الزينة. الخامس تقليم الأظفار، يبقى ما ينفعش يقص ضوافره، إزالتها من يد أو رجل بتقليم أو غير، غير زي أرقدة الضوافر، الناس تقعد تقرقد ضوافرها بسنان برضه حرام. إلا إذا انكسر بعض ظفر المحرم، انكسر عفوا لا شيء عليه، وتأذى من الحتة المكسورة، اتكسر وبقت مدلدلة كده وكل ما يجي يعمل حاجة توجعه يشبك فيها حاجة، يبقى يزيل بس الحتة اللي بتأذيه ولا شيء عليه. وتأذى فله إزالة المنكسر فقط. طب لو قطع صباعه أو عقلته وفيها الضفر لا شيء عليه، لأن هنا كان ما كانش هو المقصود بذاته. واضح؟ يعني حصلت له حادثة مثلا، نسأل الله يسلمنا جميعا، فاتقطع عقلته اللي فيها الضفر أو جزء من إصبعه اللي في الضفر، لا شيء عليه، لأنه هنا في الحالة دي الضفر تابع وليس مقصودا بذاته. السادس الطيب. استعمال الطيب يعني كل ما له رائحة،
قصدا. شوف يسترك هنا القصد، قال لك هناك تكريم الاصابع القصد في الحلقه للقصد، يبقى هنا بقى في الحاجات اللي فيها ايه ترفه يشترط فيها القصد. لكن لو ناسي مش مشكله، لكن بمجرد ما يتذكر يبعد على طول. طب تذكر واستمر يبقى عليه الفديه، واخد بالك؟ يبقى مجرد التذكر على طول يبعد. والثالث اي استعماله قصدا بما يقصد منه رائحه الطيب نحو مسك وكفو. خد بالك ان ممكن يستعمل دهان روماتيزم يبقى ليه ريحه فاقعه قوي، لكن هو لا يقصد للرائحه، طب يستعمله دواء يبقى مش مشكله. زي ابو فاس ومش عارف ايه والحاجات اللي بيدينوها دي، الناس اللي بيجي لهم الام في العظم وبتاع، ساعات يستعمل حاجه بتبقى ليها رائحه، لكن دي اصلا الناس ما بتتطيبش بيها، واخد بالك؟ يبقى دي ما تضرش. يبقى لازم يكون ايه استعماله قصدا بما يقصد به التطيب، نحو مسك وكفور في ثوبه بان يلصقه به على الوجه المعتاد في استعماله او في بدنه ظاهره او باطنه كاكله الطيب. وبرضه لو كل حاجه مطيبه يعني حط ماء ورد على ميه الشرب وشرب كده ما ينفعش، حط ماء ورد على ايه على الميه اللي بيستعملها في الطبيخ او في الاكل وابتدى ياكل كده ما ينفعش. لكن لو كل حاجه هي ليها رائحتها العاديه المخلوقه فيها زي ما ياكل تفاحه ليها ريحه ما يضرش، لان ما حدش بياكل التفاح من اجل رائحتها. يبقى كأكل الطيب، ولا فرق في مستعمل الطيب بين كونه رجلا او امراه. الطيب حرام للرجل وللمراه سواء. اخشم كان او لا، يعني حتى لو ما كانش بيشم برضه يحرم عليه استعمال الطيب ولو ما كانش بيشم. اخشم يعني لا يشم، يعني حاسه الشم عنده مصابه، او ساعات تبقى مصابه مؤقتا زي المسكوم. المسكوم ساعات ما يشمش، والاخشم ده ما بيشمش على طول. وخرج بقصد، القصد هنا خرج ما لو ألقت عليه الريح طيبا أو أكره على استعماله أو جهل تحريمه أو نسي أنه محرم فإنه لا فدي عليه في الأحوال دي كلها. فإن علم تحريمه وجهل الفدية واجبت، هو يعلم أنه حرام بس ما يعرفش أنه عليه فدية واستعمله يبقى واجبت، لأنه طالما عنده العلم خلاص. بقى الملابس ما هو قايلها كده اهو، في ثوبه برضه ما ينفعش. لو استعمل الطيب على ملابس الإحرام قبل أن يحرم هو بيلبسها واستمر بعد الإحرام لا يضر، واخد بالك؟ على الراجح. في واحد يقول لك يغسله، ما هو الرسول نهى عن لبس المزعفر اللي هو المسبوغ بصبغه بتدي رائحه طيبه، فنهى عن لبس المزعفر. يبقى اي ثوب مسبوغ بصبغه يخرج منها رائحه ينهى انك، لكن افرض انك انت تطيبت بعد غسل الاحرام وانت لسه ما احرمتش، وبعدين الطيب لسه في ايدك فالتصق على ايه؟ على لبس الاحرام، وبعدين قلت انت لبيك اللهم لبيك احرمت واستمرت رائحته لا يضر، لانه لما انت استعملته ما كنتش لسه محرم. لو كان متعمد؟ اه حتى لو متعمد، ما هو لما استعملها ما كانش لسه محرم. لما استعملها بقائها بعد الاحرام ما يضرش. معجون السنان انت بتعمله، استعمل السواك. استعمل السواك او استعمل المعجون اللي ملوش رائحه. لأن نظافة السن يجوز تنظيف السن باستعمال السواك وغيره. وما تاكلش بصل عشان ما تسألش السؤال ده. والسابع قتل الصيد بالقيود، دي مش أي صيد، الصيد البري المأكول، عشان نخرج الديب. واحد لقى ديب قتله يقتله بقى، ما هو هيسيبه ياكله، فده ما يعتبرش صيد لأنه ده مش مأكول، ده وحش، واخد بالك؟ يبقى لازم يكون صيد بري عشان نخرج البحري. وحل عليكم صيد البحري، واخد متاع لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البري
ما دمتم حرمة. يبقى لما نقول بري خرجنا البحر له أن يصطاد البحر وهو محرم. طيب ولازم يكون مأكول كمان، ولازم كمان يقول ايه؟ يقول وحشي عشان نخرج الانسي. يعني انا ربحت بطة وكلتها وانا محرم، ما يجراش حاجة، البطة دي انسية مش وحشية، ما تعتبرش صيد. ذبحنا فراخ او الناس محرمين بياكلوا فراخ، والفراخ مذبوحة انت، بس دي انسية مش وحشية، واخد بالك؟ يبقى ما ياكلش ارانب لانها اصلا مش انسية. الارنب مش انسي، تملي ايه ويصطاد، واخد بالك؟ وليس مستأنس يعني. في نوع الاوز، الاوز ده كان مستوحشا وحشيا ثم صار انسيا فيحرم اكله احتياطا، لانه غلب عليه، اختلط فيه الحلال بالحرام يغلب الحرام. ما لما يختلط الحلال بالحرام يغلب الحرام، القاعدة اللي احنا ماشيين عليها. يبقى لازم يكون الصيد بري ومأكول ووحشي، يعني غير مستأنس، عشان نقول ده يحرم. وبالتالي لو ما قلناش القيود دي ممكن يخطر في بالك ان اكل الدجاج للمحرم حرام، لانه يعتبر ما هو بري، واكل المعيز والخراف والحاجات دي حرام لانه يعتبر بري. لا، لان ده مستأنس خارج، ما يعتبرش صيد، ما تاكلهاش وانت محرم، لا تصطادها ولا تصاد لك ولا تشتريها مصيدا وانت محرم. يعني خد بالك ان قتل الصيد وشراء الصيد ايضا، يعني ما تشتريش انت غزاله مثلا، واحد صيد غزاله وانت محرم معدي عليه، ما تشتريش منه، واخد بالك؟ لانها دي مصيده اصلا. والسابع قتل الصيد البري الماكول، او ما في اصله ماكول من وحش وطير، ويحرم ايضا صيده. يبقى ايه؟ يحرم قتله ويحرم اكله ويحرم صيده. وطالما يحرم ده يبقى يحرم بيعه، ويحرم لدرجة انه لو كان صايد غزالة واحرم وجب عليه اطلاقه، يعني ما يسيبهاش كمان في حيازته وهو محرم، وجب عليه اطلاقه، خدت بالك؟ والطير كذلك، الطير اللي هو الغير مستأنس زي الحمام، حمام اصطادها عصفورة، واخد بالك؟ سمان، دي طيور مش مستأنسة، بتصاد وبتؤكل في الحالة العادية، لكن المحرم ما يصطادهاش ولا ياكل. يعني يكون من النوع اللي بيؤكل، مش حرام أكل، مش وحش يعني له ناب أو له مخلب. زي زي الحمار الوحشي، الحمار الوحشي ده يجوز أكله، بس ما ينفعش ناكله إحنا محرمين، واخد بالك؟ ده لا يجوز اكله اصلا. ده لا يجوز اكله اصلا. لو هتصطاده يعني، لو في غير الحرم، في غير الحرم وانت محرم في الطريق لسه ما وصلش لحدود الحرم. فهمتني ازاي؟ لان في الحرم لا يجوز الصيد فيها سواء انت محرم او حلال، فهمت ازاي؟ لا ينفر صيد ولا يوضع شجره، مش قايل النبي كده صلى الله عليه وسلم؟ لكن لو انت في الطريق ممكن تصطاد ايه؟ الاشياء اللي هي لا تؤكل، لك ان تصطاد ما لا يؤكل. والسابع قتل الصيد البري المأكول، ونزود عليها يعني الوحشي كمان، او ما في اصله مأكول من وحش وطير، ويحرم ايضا صيده ووضع اليد عليه يعني حيازته، والتعرض لجزئه يعني حتى ريشه او صوفه وشعره وريشه، كل دي من المحرمات. والثامن عقد النكاح، فيحرم على المحرم ان يعقد النكاح لنفسه او غيره بوكالة او ولاية، لا يزوج نفسه ولا يزوج غيره،
طالما محرم، لكن له أن يشهد على عقد النكاح. المحرم يجوز الشهادة على عقد النكاح، لكن لا يجوز له أن يكون طرفا في العقد. ويجوز له الرجعة، يعني واحد مطلق مراته وعايز يرجعها وهو محرم، له أن يرجع وهو محرم. ليه؟ لأنها يعني استدامة نكاح وليس إنشاء نكاح، والمنهي عنه هو إنشاء النكاح. كويس؟ يبقى يحرم على المحرم أن يعقد النكاح. طب ولو عقد العقد باطل ويأثم، يعني مش يصح مع الإثم؟ لا، ده العقد باطل. عند الأحناف يمكن يسموه إيه؟ فاسد، ولا يسموه باطل، على أساس أن الأحناف فرقوا بين الفاسد والباطل، وما لم يشرع بأصله ولا وصفه إذا كان باطلا، وإذا كان فاسدا ما شرع بأصله دون وصفه. واخد بالك؟ هذا تفصيل عند الأحناف. لكن الشافعي عندهم لو عقد النكاح وهو محرم يأثم ولا ينعقد. واضح؟ يعني عليه بعد ما يفك إحرامه يعمل العقد من أول وجديد. أيوه. ما هو كلها تعبد. أيوه. طب وليه يحرم الصيد؟ ما أنت جعان وأنت مسافر. ليه؟ تعبد. ربنا بيأدب. طب وليه قص الضوافر؟ يعني حرام تقص الضوافر، ده السنة تقص الضوافر، لأن تعبدك الله بها. وليه يحرم الطيب؟ ده الطيب مستحب والمسلمين يحبوا الروائح الطيبة، وكان غالب نفقة النبي على الطيب وعلى الحاجات دي صلى الله عليه وسلم، كان يجيب الطيب الأصلي واخد بالك، المسك الأصلي، ما كانش يستعمل أي حاجة تانية، ويجيب البخور العود أغلى أنواع. النبي كان يستعمل الحاجات دي، كان يحبها عشان بيخاطب الملائكة، وكان يبقى ايه مؤهل ليه، وان كان هو النبي نفسه عرقه اطيب من الطيب، لكنه عند الاحرام ممنوع بالرغم انه هو مطلوب. يبقى في مساله تعبديه، وعشان كده لا يقاس عليه. يعني المحظورات دي ما ينفعش نقيس عليها حاجات. ليه؟ لان احنا مش عارفين العله دي. زي نواقض الوضوء تعبديه، او انت لما تتبول حرام انك تتبول، حرام تطلع ريح، مش حرام، لكن ينتقد الوضوء بيها. والكذب من الكبائر، يكذب 100 كذبة وانت متوضي، وقوم صلي ما تنقضش وضوءك، صح ولا لا؟ يبقى المسألة تعبدية. لو كانت المسألة بالعقل كنا نقول الكذب ينقض الوضوء، لكن التبول ما ينقضش. واخد بالك مثلا؟ لكن ايه المسألة؟ مش كده المسألة دي، وفي امور تعبدية غير معلومة العلة، علشان ربنا سبحانه وتعالى يختبر فينا الطاعة والانقياد. واللي مع غير معلومة الحكمة أو العلة يسموها هي تعبدي. كلمة تعبدي دي لما يقولها لك الفقيه يعني معناها غير معلوم العلم العلة. وطالما غير معلوم العلة يبقى لا قياس فيه، لأن القياس يكون في أمر معلوم علته. التاسع الوطأ، اللي هو الجماع من عاقل عالم بالتحريم. عاقل يبقى لو واحد مجنون لا شيء فيه، عالم بالتحريم لازم، وذاكر، ذاكر كمان لازم يبقى ذاكر وعالم. لو ناسي خلاص ما يجراش حاجه، نقول له ما تعملش كده تاني، توب الى الله. زي لو اكل نسيا وهو صائم صيامه منعقد، لان رفع القلم عن الناسي والنائم وعن المجنون وعن الطفل حتى يبلغ. يبقى ايه؟ التاسع الوطأ من عاقل عالم بالتحريم، سواء جامع في حج او عمره، في قبل او دبر، من ذكر او انثى، زوجه او مملوكه او اجنبيه. كل ده اجنبيه يعني ايه؟ يعني حتى زنا. يبقى حرام وكمان محظور، حرام من جهه ثانيه، حرام من جهه انه زنا، وحرام من جهه انه ايه؟ محرم. العاشر المباشرة فيما دون الفرج، كلمس وقبلة بشهوة، أما بغير شهوة فلا يحرم. في الجماع وفي المباشرة الفدية، وفي جميع ذلك أي المحرمات السابقة الفدية، وسيأتي بيانها، هنتكلم عليها، ده درس مخصوص هنتكلم على أنواع الفدية.
لكن لو لم يباشر ولكن نظر بشهوة حتى لو أنزل لا شيء عليه، لا فدية عليه، وإن كان يأثم إنه استمر في النظر إلى أن أنزل، يبقى هنا المباشرة بشهوة، أما بغير شهوة فلا يحكم. تصفح زوجتك مثلا، تقبلها قبلة شفقة، مريضة تعبانة بتاع، ما يضرش، لكن ايه، ما يبقاش فيها شهوة. لو فيها شهوة يبقى يحكم، وفي جميع ذلك الفدية، وسيأتي بيانه. والجماع المذكور تفسد به العمرة المفردة طبعا، لو هو أحرم للعمرة وبعدين جامع زوجته قبل أن ينتهي من أعمال العمرة فسدت العمرة، ووجب عليه استمرار في تسديدها. مش فسدت معناه خلاص يلبس هدومه ويروح، لا، احنا عندنا الإحرام ده عبادة شديدة التعلق، ما يعرفش يفكها. يعني احنا الصلاة مثلا لو فسدت تطلع منها على طول وبعدين تنشئ صلاة جديدة. أي عبادة لما تفسد تطلع منها على طول، والاستمرار في الفاسد في العبادة حرام إلا في الحج والعمرة، لابد أن تستمر في فسادك لشدة تعلق الإحرام، لأن لابد أنك أنت تفك الإحرام بطريقة معينة ملهاش إلا سكة معينة. يعني ما ينفعش أفك الإحرام في العمرة إلا بعد ما طوف وأسعى، سواء كانت العمرة دي صحيحة أو فاسدة. فلو جامع بين الطواف والسعي أو قبل الطواف يبقى إيه، فسدت، أو قبل الحلق على القول أن الحلق ركن، وده الراجح، يبقى هنا فسدت العمرة، وعليه أن يستمر في فسده ليحل إحرامه، ثم وجب عليه على الفور أنه يعمل واحدة جديدة صحيحة، ثم يدفع يعمل الفدية، وهي جمل، يذبح جمل 7 شياه، دي الفدية في الجماع. يبقى والجماع المذكور تفسد به العمرة المفردة، لكن المباشرة في دون الفرج ما تفسدش العمرة، بس يأثم على الفدية لكن ما تفسدش العمرة، لكن الجماع هو اللي ايه، يفسد العمرة، خدت بالك. وكذا يفسد الحج لو كان قبل الوقوف بعرفة بالإجماع، لو كان بعد الوقوف بعرفة وقبل طواف الإفاضة وبعد رمية جمرة العقبة الكبرى يأثم وعليه الفدية ولا يفسد بتفصيل. يعني وأما التي في ضمن حج في قران، يعني لو كانت العمرة دي مقرونة مع عمل الحج فهي تابعة له صحة وفساد، فتفسد العمرة التابعة للحج إذا فسد الحج تبعا له، أو تصح تبعا له. وأما الجماع فيفسد الحج قبل التحلل الأول، بعد الوقوف أو قبله. عند الشافعية لو ما تحلل، التحلل الأول ده بيحصل إمتى؟ لما يعمل حاجتين من ثلاثة، لما يعمل حاجتين من ثلاثة، عندنا يوم النحر الصبح عندنا 3 حاجات، لما يعمل منهم حاجتين يبقى حل تحلل أصغر، ويتبقى بعد كده التحلل الأصغر. حاجتين من ثلاثة، رمي جمرة العقبة، الحلق أو التقصير، طواف الإفاضة. كويس؟ لما يعمل حاجتين من ثلاثة يبقى تحلل تحلل أصغر. واضح؟ لو عمل الثلاثة يبقى تحلل التحلل الأكبر لما يعمل الثلاثة. فلو هو جامع بين التحللين ما فسدش الحج، لكن عليه فدية، فدية جمل برضه، خدت بالك؟ ويستمر في فساده. يعني ايه؟ يعني يقعد ينام في منى ايام التشريق ويرمي الجمرات ويكمل الحج، وعليه ان هو يعيد الحج في اقرب فرصه. واما الجماع فيفسد الحج قبل التحلل الاول، بعد الوقوف او قبله، واما بعد التحلل الاول فلا يفسد، لكن يجب فيه الفدية. إلا عقد النكاح فإنه لا ينعقد ولا يفسده،
إلا الوطء في الفرج، يبقى عقد النكاح ده لا ينعقد ولا يفسده اللي هو الحج يعني إلا الوطء في الفرج، بخلاف المباشرة في غير الفرج فإنها لا تفسده وإن كان يجب عليها عليه الفدية سواء أنزل أو لم ينزل، طالما باشر بشهوة. ولا يخرج المحرم منه بالفساد، يعني ما يخرجش المحرم من حجه بالفساد أو من عمرته بالفساد، بل يستمر في فساده، بل يجب عليه المضي في فاسده، لأن الإحرام عبادة شديدة التعلق. أدي العلة. وسقط في بعض النسخ قوله في فاسده، أي النسك من حج أو عمرة، بأن يأتي ببقية أعماله، يعني جامع زوجته وكان في عمرة، عليه ينزل يطوف ويسعى ويحلق ويكمل وهو عارف أن عمرته فاسدة. فهمت ازاي؟ يشوف ما فسدت خلاص. في الحج كذلك، عليه يستمر يرمي الجمرات وينام في منى وينام في مزدلفة، يبيت، يعمل كل الواجبات بتاعته المعتادة، وبعد كده يعمل الكفارة أو الفدية، وبعدين يحج من العام اللي بعده، ويستغفر ويتوب إلى الله. الحيض ما يفسدش الحج، هي تعمل كل أعمال الحج وتنتظر بس في طواف الإفاضة، يبقى تعمله لما تطهر. وكذلك هي محرمة وجالها الحيض وما طفتش، يبقى عليها انها تنتظر محرمة لحد ما تطهر وتطوف وتسعى بعد كده. لا، ما ينفعش السعي، احنا قايلين من شروط السعي ان يسبقه طواف صحيح، مش كده برضه؟ فما فيش حاجة اسمها تسعى وتقول لك ابقى اعمل الطواف بعدين. لازم السعي لا يصح الا لان يسبقه طواف صحيح. طب افرض واحد نسي سعي الحج، يعمل ايه؟ عليه ان هو يروح يطوف طواف تطوع ويسعى بعديه سعي الحج. طب وطواف التطوع ده ضروري ليه؟ علشان يصح به السعي. واخد بالك؟ اذا اراد ان يتطوع بالسعي لابد ان يطوف قبله، وطالما هيطوف قبله ما يحرم بقى ويعملها عمره، عشان كده ما حدش بيتطوع بالسعي لهذا السبب. طب ما انا عشان اسعى سعي لازم اطوف، طب اطوف واسعى، يبقى خلاص البس الاحرام بقى وخليها عمر. فهمتني ازاي؟ ومن ايوه الحج الذي فاته الوقوف بعرفه، في حاجه اسمها عمره الفوات، يعني واحد احرم بالحج ورايح يقف في عرفه، حجزوه في المطار اوراقك مش عارف ايه ومش عارف، كان يوم عرفه الصبح، فضلوا يتحروا عنه، افرجوا عنه بعد فجر عرفه، بعد فجر يوم النحر، فاتوا الوقوف. طب هو محرم هيعمل ايه؟ هيروح يطوف ويسعى ويعمل اسمها عمره فوات، ويجبر بدم ويحج من السنه اللي بعدها. ما يعتبرش محصن؟ ها؟ ما يعتبرش محصن؟ ما هم ما منعهوش، ده قالوا له هنشوف اوراقك. هم ما منعهوش، قالوا له روح. فهمتني؟ أو تعطل في المواصلات، أو تاه في الطريق، قاعد تايه في الطريق ويسأل يسأل 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 لحد ما طلع عليه الفجر، يا دوب وصل عرفات بعد الفجر، فات الوقوف. فاهم؟ يبقى أو اتكعبل واتزحلق واتكسر، حجزوه في المستشفى، واخد بالك؟ وهيعملوا له عملية وهو كان محرم، يبقى عليه في الحالة دي إن هو يطوف ويسعى محمولا، ويعمل اسمها عمرة ايه؟ عمرة فوات، عشان يحل. ما هو اصل الاحرام ده ايه؟ احرام عبادة شديدة التعلق، فما ينفعش يحلها كده بمزاجه، لازم ليها اجراءات معينة عشان يتخلص منها. فهنا بيقول ايه؟ ومن، ومن هنا تشمل الرجل والمرأة، ده اسم موصول مش كده؟ ومن أيوة الحج الذي فاته الوقوف بعرفة بعذر أو غيره تحلل حتما بعمل عمرة، فيأتي بطواف وسعي إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم،
كويس. وعليه أي الذي فاته الوقوف القضاء فورا فرضا كان نسكه أو نفلة. اللي فات الوقوف ده وكان رايح حجة نافلة وعمل عمرة فوات وجب عليه أن يحج بقى تاني، واخد بالك؟ آه. وإنما يجب القضاء في فوات لم ينشأ عنه حصر، لكن لو أحصر شخص وكان له طريق غير التي وقع الحصر فيها، لو منعوك من طريق وليك طريق تاني مش هيمنعوك منه، وجب سلوك الطريق الآخر، واخد بالك؟ وجب عليه سلوك الطريق الآخر، لازمه سلوكها وإن علم الفوات. حتى لو عارف أنه راح يسلك الطريق الآخر هيفوته، يسلك الطريق الآخر وبعدين ما تفوته يطوف ويسعى ويحلق ويعمل عمر الفوات، ويبقى كده مش مقصر، عمل اللي عليه. وعليه أيوه. فإن مات لم يقضى عنه في الأصح، اللي هو عمل كده ده لو إيه. وعليه مع القضاء الهدي كمان، يبقى عليه عمرة الفوات ويذبح ويقضي من فاضل، واضح؟ ويوجد في بعض النسخ زيادة وهي: ومن ترك ركنا مما يتوقف عليه الحج لم يحل من إحرامه حتى يأتي به، ولا يجبر ذلك الركن بدم. افرض امرأة حاضت قبل طواف الإفاضة وهي عليها طواف الإفاضة، مش ممنوعة من أي أعمال للحج تعملها براحتها، هي قدمت سعي الحج بعد طواف القدوم والحمد لله، وقفت في عرفة ورمت جمرة العقبة يوم النحر وعملت الهدي بتاعها وقصرت شعرها وعليها بقى طواف الإفاضة وترمي الجمرات وخلصت حجها، جت جالها الحيض منعها من طواف الإفاضة، واخد بالك؟ ومش قادرة تقعد لحد ما تطهر عشان هيفكها هيفوتها رفقة، متقدرش تقعد، تعمل إيه؟ تحل، خد بالك، تحل ويبقى عليها الطواف تعمله لما تيجي سفرة تانية، وتفعل كل محظورات الإحرام بالضرورة، وتقف حاجة بس لسه واقف عليها الطواف. تيجي إن شاء الله بعد سنة، بعد سنتين، بعد 10، نسيبها لربها، لكن تفضل في ذمتها، حد يطوف عنها، واخد بالك؟ لكن إحنا في زماننا الفرع ده مش هيبقى موجود، زماننا إحنا الفرع ده مش هيبقى. ليه؟ لأن الطرق بقت آمنة وسهل إنها تسافر لوحدها، والرفقة آمنة، والطيارة ساعتين تبقى في بلدها ولا ثلاث ساعات. كان زمان السفر للبلاد بياخد له مثلا لو جاي من المغرب وهتسافر في القافلة بطريقة الجمال هتقعد 6 أشهر، ما بتقدرش دي تقعد تستنى حيضها ويفوتها القافلة وتسافر ب6 أشهر في بر من غير رفقة آمنة، صعب عليها. وبالتالي كانت الفروع دي الفقهية كان بسبب ضرورة السفر بتاع زمان. احنا بنقولها بس من باب العلم بالشيء، لكن ليست لها عمل هذه الفروع في زماننا بسبب سهولة المواصلات وسرعة المواصلات والأمن في الطريق وسهولة تغيير موعد الرحلة. هي سهلة جدا إنها تغير موعد الرحلة وتقول لشركة الطيران والله أنا هتأخر 10 أيام عن ما تقول لها ما مرحب، تنزل ويتنج ليست بعد 10 أيام هتسافر، يعني الحكاية سهلة. والطريقة إنها ممكن تاخد أدوية تمنع الحيض اصلا، واخد بالك؟ يعني طرق كثيره الوقت بقت متاحه بحيث ما توقفهاش في الموقف اللي احنا بنقوله ده. وبالتالي كان زمان كانوا بيقولوا بعض الفقهاء قال لك ايه؟ تتحفظ وتطوف وتذبح جمل. تتحفظ وتطوف وتذبح جمل وايه وتسافر مع الرفقه. واخد بالك؟ في بعض الاراء قالت كده. في بعض الآراء وهي شاذة زي رأي ابن تيمية وهو رأي شاذ ولا ننصح به، إنها تتحفظ وتطوف ولا شيء عليه، واخد بالك؟ فده رأي يعني إيه صعب إننا نفتي به، واخد؟ لأن العلماء كلهم محدش قاله من المذاهب الكبار، وهو شاذ به زي ما قال إن الحقنة الشرجية ما تفطرش الصائم،
كل الفقهاء يقول لك تفطر الصائم الا هو. هو له بعض الشذوذ في الامور الفقهيه شذ بيه عن الاجماع. واخد بالك؟ واحنا عندنا الخروج من الخلاف مستحب. فما تمشيش ورا راي ايه واحد خالف الاجماع. احوط لك يعني، خصوصا دي عباده يمكن تعملها مره في العمر. ومن ترك ركنا مما يتوقف عليه الحج لم يحل من احرامه حتى ياتي به. يبقى الركن لا يجبر بدم، لازم يعمله. ولا يجبر ذلك الركن بدم، ومن ترك واجبا من واجبات الحج لازمه الدم، زي المبيت بمزدلفه، المبيت بمنى، رمي الجمار، دي حاجات واجبات لو فاتته يجبرها الدم، مش مشكله. وسياتي بيان الدم. ومن ترك سنه من سنن الحج لم يلزمه بتركها شيء. يبقى لو ترك اي سنه من سنن الحج ايه؟ لا شيء عليه، لكن فاته ثواب، يفوته ثواب. وظهر من كلام المتن الفرق بين الركن والواجب والسنه. والله تعالى اعلى واعلم. ثم يوم الثلاثاء القادم هنتكلم على الدماء الواجبه في الاحرام ان شاء الله. ويبقى كده انتهينا من ايه؟ من ربع العبادات ان شاء الله. هتيجي المره الجايه بقى، هنشوف بقى الانواع اللي هي في حاجات على الترتيب وحاجات على التخيير وحاجات على التعديل، يعني تعدل الصدقات وكده ان شاء الله. اي اتفضل. ايه؟ الجماع يعني خير. ثبتها مع الاجنبيه، يعني انا يعني الواحد هنا هو عايز القضيه هنا الاسلام بيفرق ده زنا. يعني بيقول بيقول يعني ده الوطء مطلقا، ولو حتى اتى بهيمه. ما هو حرام هم الكبائر. حتى ولو اتى يعني لواط. ما هو حرام من الكبائر، بس هو محرم. يبقى في حكم زائد تاني انه يفسد حقه. يفسد حقه. لو خد ذكر مع الزوجه يعني باب اولى، هو ذكر بقى علشان بيقول لك يعني ان حكم الزوجه زي حكم دي في افساد الحج. واخد بالك؟ هي المسألة كده، وبيتكلم على العبادة دي. واخد بالك؟ بغض النظر اللي هيعمله ده حلال ولا حرام. يعني في القضية جت في التفكير أنا اللي هو الإسلام بيفرق بين يعني دي عبادة ودي شيء تاني حرام، بيفرق يعني أنا لقيت. طب ما أنت ممكن تعمل العبادة وأنت متلبس بحرام. واخد بالك؟ كتير كتير من الناس صايم وسلق مثلا. صيامه طالما ما أكلش يبقى صيامه صحيح، لكن سرقته تمنعه يبقى مقبول. في فرق بين الصحة والقبول، انك تثاب عليه. فممكن الانسان صلاته تبقى صحيحة لكنها غير مقبولة، لان لم يراعي الادب، لم تنهوا صلاته عن الفحشاء والمنكر. انما اتقبل الصلاة من مين؟ ممن تواضع بها لعظمتي لم يستطل على خلقي، رحم الارملة والمسكين، قطع النهار في ذكري. كده ده يتقبل منه الصلاة، يديله ثوابها. لكن ما مش مطلوب انه يعيدها. فهمتني ازاي؟ فالفقهاء بيبحثوا عن الصحة والفساد. ده دي 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 علم الفقهاء. وعلم التصوف البحث عن القبول والثواب. فده بيبحث عن الأدب اللي بيه تستوجب الثواب، والتاني بيبحث على الصحة اللي بيها تبقى عبادتك صحيحة وليست فاسدة. واضح؟ فده ليه دور وده ليه دور. الله يحفظك. حرام حرام، هيبقى كل اللي عمله بعد كده محظورات احرام لانه ما زال محرم. يعني راح لبس هدوم يبقى ايه؟ عمل محظور تاني. قص شعر يبقى كل حلقه بيحلقها محظور، هيبقى عليه وقعد كده سنه راح عليه 500 دم. واخد بالك؟ يقعد بقى يحسب كل ما يلبس محظور، كل ما يقص ضفر محظور، كل ما يستعمل فيه ويقعد يحسب العداد شغال. لكن عشان يحل الازمه دي لازم يحل احرام. فهمتني ازاي؟ وله ثواب مؤقت. لو كان الفساد بسبب شيء خارج عن ارادته يثاب على ما سبق. لو كان الفساد بسبب فعله هو نفسه يبقى اللي فات خلاص احبطه هو. واضح؟ يعني افرض هو اتأخر ففاتته الوقوف بعرفة،
يبقى هيساب على عيل عمرة الفوادي ياخد ثواب. لكن افرض انه هو جامع زوجته ويعلم التحريم وهو متعمد فافسد حجه، يبقى احبط السابق، واخد بالك، كمان بسبب سوء ادبه، وهكذا هي تختلف المساله على الامور. يفضل يقدم كل سنه لحد ما يطلع، لان هتفضل في ذمته، واخد بالك. والله تعالى اعلى واعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت.